طريقة الهيئة في حساب زكاة المكلفين الخاضعين للزكاة. بإذن الله سنتناول في هذه الهيئة أو في سنتناول في هذه الورشة عدد من الأمور نزعم أو نطمح أن نخرج من هذه الورشة بعدد المكتسبات. أولها بأن نطلع على طريقة الهيئة في حساب زكاة المكلفين، كيف تتم هذه الطريقة، ما البناء القانوني لها، ما البناء، ما المستند الشرعي، ما تقسيم المكلفين، كيف تتم أساسا الطريقة. أنا شخص مثلا مكلف، صدر لي ربط قدره كذا، كيف تم هذا الربط، كيف أساس الهيئة تحسب هذه الزكاة. هذا بإذن الله وأكثر سنتناوله في هذه الورشة. بس أحب أنوه في البداية بعد شكر الحضور على 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 كريم أوقاتهم اللي تفضلوا بها علينا، أني أنوه أن هذه الورشة بإذن الله ستكون يعني تشاركية، بالإمكان لأي شخص أن يشارك في الشات، يكتب أي سؤال في الشات سواء أثناء الورشة أو في آخرها. سيخصص في آخر الورشة وقت الإجابة على الأسئلة، لكن مجرد كتابة كل سؤال فأنت تضبط سؤالك وتضبط الجزئية اللي تسأل عنها. بإذن الله إذا أسعد الوقت وكان في أوقات مقتطعة داخل ورشة استطعنا من خلالها أن نجيب، أو أجبنا في آخر ورشة عن جميع الأسئلة. طيب نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أفضل منطلق أن تنطلق منه هو أن تنطلق من أرضية مشتركة مع الحضور. طيب هذه الأرضية المشتركة التي سننطلق منها اليوم هي عن طريق هذه الأسئلة. السؤال الأول نسأل عشان ننطلق من أرضية مشتركة، كم قدر الزكاة الواجبة الذي عرفناه ودرسناه في المدارس؟ لو سأل سائل وقال كم قدر الزكاة الواجبة؟ طيب كلنا نعرف أن الجواب هو ربع العشر أو 2.5%. نعرف أن والله مثلا أنا عندي مثلا مبلغ من المال قدره 100 ريال، فزكاة 2.5 قدره 1000 ريال، زكاة 25 ريال. طيب من هنا ننطلق على أن قدر الزكاة الواجب الذي هو ربع العشر هو المتبع في الهيئة. ثم بعد ذلك جوابا على السؤال هو ربع العشر، ثم بعد ذلك هذا القدر الواجب ربع العشر من أين يؤخذ؟ هل من النقد فقط؟ فأنا مثلا كمكلف، أنا إبراهيم كمكلف أو كشخص فرد عادي، هل تدخل سيارتي في 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 حساب الزكاة؟ مثلا أنا جاني، أنا حاط لي تاريخ معين، كل بداية رمضان أحسب زكاتي وأطلعها. طيب إذا جيت أحسب زكاتي، حسبت الكاش اللي بالحساب، حسبت النقد اللي بالجوال، النقد اللي بأخواتي أو بالتجور عندي. طيب هل أحسب قيمة الساعة اللي أنا لابسها؟ هل أحسب قيمة السيارات التي تملكها؟ وهذا على مستوى الأفراد. على مستوى المنشآت كذلك نفس السؤال، هل يدخل في حسابها السيارات، المعدات اللي تملكها، إن كانت تملك مبنى، إن كانت تملك معدات كمبيوتر، هل تدخل هذه في الوعاء الزكوي أو لا؟ أو تدخل هذه في حساب الرقم اللي بصل له أو لا؟ يعني عرضنا أن 100 معك 100 ريال، فأنت بتدفع عليها ريالين ونص. طيب 100 ريال هذه معك كاش، هب أن معك مثل 100 مثلا قيمة سيارة ب 100 ألف، هل تدخل أو لا؟ طيب هنا أبرز فكرة وأهم مفهوم ينبغي أن ننطلق منه جميعا، وهو مفهوم الوعاء الزكوي. ما المقصود بالوعاء الزكوي؟ الوعاء الزكوي هو مكون أو عبارة عن يعني بمثابة الإناء الذي يجمع فيه جميع مالك الزكوي، أي جميع المال الخاضع للزكاة. معنى ذلك أنا إبراهيم عندي والله مجوهرات، وعندي ساعة، وعندي سيارة، وعندي كاش في البنك، وعندي نقد في مخباتي. طيب ما هو الوعاء الزكوي؟ الوعاء الزكوي فقط يجمع الأموال الزكوية. طيب هذه الخمس هل فيها أموال زكوية؟ سيارة؟ لا، ما فيها مال زكوي. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في البقر، اللهم صل على محمد، ليس في البقر العوامل زكاة. طيب هذه تطلع، ما تدخل في الوعاء الزكوي. طيب ثم ماذا؟ ثم والله مثلا الساعة كذلك هي مقتنات من مقتنات شخصية، إذا هذه ليست خاضعة للزكاة. طيب بعدها النقد عندي نقد في مخباتي 100 ريال، هذا يدخل في الوعاء، إذا وعاء الآن صار 100. أضيف على هذا الوعاء ما هو؟ أضيف على هذا الوعاء اللي هو النقطة الخامسة الكاش اللي في البنك. كذلك نفس الحكاية في المنشآت، إذا جينا في المنشآت
فنفس الفكرة المنشآت نفس الفكرة، لكن تختلف الموجودات، تختلف الأصول، تختلف الممتلكات. فمثلا أنا كفرد أملك ساعة وسيارة، هم كمؤسسة ومنشأة يملكون مبنى، هم كمؤسسة ومنشأة يملكون مثلا أجهزة كمبيوتر حسب الممتلكات اللي يملكونها لممارسة نشاطهم التجاري. طيب إذا أجبنا على هذا السؤال، فكيف نصل للوعاء الزكوي للشركات؟ الآن عندي شركة، كيف نصل للوعاء الزكوي؟ ما أدري الحضور الصوت واضح. طيب ودنا بشيء من التفاعل، بعض الأسئلة أجيبوا عليها بالشات، فما عندنا إشكال. وحنا نسأل مثلا مثل الأسئلة، كيف نصل للوعاء الزكوي للشركات؟ مثلا إذا سألنا مثلا أن امرأة عندها ذهب أو عندها مثلا ساعة، الساعة هذه هل تدخل في الزكوي أو لا؟ عشان نقدر نعرف يعني نقيم مثلا الحضور أو نقدر نبني جميع أن فهمنا هذه المرحلة ثم ننتقل للمرحلة الثانية. فلو سألنا مثلا امرأة عندها جاء أول رمضان تبي تطلع زكاتها، عندها ساعة وعندها شنطة مثلا ساعة قيمتها 3000، شنطة قيمتها مثلا 13000، وعندها كاش قيمتها 7000، كل الأصول كل اللي تملكه قرابة 20000، وش اللي يدخل في الوعاء الزكوي؟ هل الساعة تدخل؟ بالإمكان المشاركين الكرام يكتبون في الشات والله نعم الساعة تدخل. جميل، الأخ محمد كتب لا، والأخ محمد الجبر كذلك كتب لا. هل في جواب آخر؟ الأخت فاطمة لا تدخل، عبد العزيز الخير، عثمان الأمين، جميل لا تدخل. لماذا لا تدخل؟ لأنها ليست مالا زكويا. جيد، هذه الأرضية مشتركة، عرفنا أن هذه المرأة لا تدخل لأنها ليست مالا زكوي. جميل، كما تفضلت الأخت فاطمة أنها استخدام شخصي لذلك لا تدخل. طيب الآن نبي ننتقل على مستوى المنشآت، على مستوى المنشآت كيف نصل للوعاء الزكوي للشركة؟ لا، منشأة وعاء الزكوي، أنا مؤسسة مثلا، هب أني مثلا بما أن احنا نشاط تعليمي وخدمي، فبنقول والله أنا مدرسة أهلية، هل طاولات الطلاب واللي كتب الطلاب تدخل في الوعاء الزكوي؟ هل طاولات الطلاب احنا كنشاط تعليمي تدخل في الوعاء الزكوي؟ ها الزملاء نبي نشوف أجوبة. هي من أصول المنشأة، منشأة تعليمية عندها أصول. جميل، الأخت منال تقول لا تدخل. جميل، هل في جواب آخر غير هذا الجواب؟ هل في أحد يقول والله هذه الطاولات والكراسي اللي عند الأخ حسام يقول ما يخصم من الوعاء؟ الأخ عثمان الأمين يقول الأصول والسندات، يعني تدخل أو ما تدخل؟ تدخل في الوعاء الزكوي مثلا، خلينا نقول مثلا مدارس إبراهيم الأهلية عندها طاولات وكراسي، هل تدخل ولا ما تدخل؟ عثمان تدخل أو لا؟ جميل، الإجابات الصحيحة لا تدخل هذه الطاولات. لماذا؟ لأنها عبارة عن أصول ثابتة، طيب عندنا هالمؤسسة أو هالشركة أو هالمدرسة الأهلية اللي نطبقين عليها المثال، حنا كيف نصل الوعاء الزكوي حقها؟ كيف ممكن أن نصل للوعاء الزكوي للشركة هذه؟ طيب نصل للوعاء الزكوي للشركة هذه من خلال عدة طرق، أبرز الطرق. جميل، جميل، الأخ محمد السماري وهو زميلنا في الهيئة وهو مشارك مشكورا في إدارة الورشة كاملة، يشير إلى أن الأسئلة تكون في خانة الـ Q&A. الأسئلة اللي يبغونها أسئلة ليس في الشات، أي أحد يرغب أن يسأل سؤالا يسأله هناك في 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 خانة الـ Q&A عشان نرجع له في آخر الدورة. أما الشات هذا فبإذن الله سيكون هو إن صحت العبارة المنصة التفاعلية. احنا تباعدنا بسبة يعني لظرف او لاخر، لكن باذن الله مثل هذا الشات او ادوات التفعيل اللي تشاركونا فيها ستساهم بان نصل الى مستوى من الفهم والوعي والتدريب او مو التدريب التشارك عالي، نستطيع من خلاله ان ندخل بتفاصيل الوعاء الزكوي. طيب الان كيف نصل للوعاء الزكوي للشركات؟ جوابا على هذا السؤال، قلنا احنا مدرسة أهلية، انا مدرسة إبراهيم الأهلية عندها 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 كراسي، عندها والله مثلا عندها كتب دراسية، عندها طلاب
عدد طلاب، عندها محاسبين، عندها معلمين، كيف نصل للوعاء؟ جميل. الأخ حسام يقول الطريق المباشرة وغير الطريق غير مباشرة. جواب صحيح الأخ حسام. هل في جواب آخر؟ يعني وش الطريق المباشرة؟ الطريق المباشرة تستند إلى ماذا؟ يا سلام. الأخ علي محمد العلي، إجابة صحيحة من خلال القوائم المالية. فعندنا حنا بالنسبة للشركات اليوم، الدكتور حسني عن طريق حسابة البنكية، يا سلام، هذا كذلك إجابة. يعني هذه أدوات تمكننا من الوصول إلى الوعاء الزكوي للمكلف. فممكن أن نقول والله عطنا حسابك البنكي، ممكن والله نقول من خلال قائمة المالية، ممكن، لكن ضبطا للمعاملة فعندنا حنا القوائم المالية هي أقرب وأوضح وأدق مستند يصل للأموال الزكوية للشركات، وذلك لماذا؟ لأن عليه حوكمة، لأن في جهة في المملكة الرقابية عليها، اللي هي الهيئة السعودية للمحاسبين القانونية. عندنا مكاتب محاسبة وصلت إلى أكثر من 6000 مكتب. عندنا خريجين وكوادر محاسبية عالية التأهيل، كلها جالسة تمارس عمل المحاسبة فقط لتصدر لك قائمة مالية في نهاية السنة المالية، تقول لك ترى هذا مال المنشأة وما عليها. واضح؟ فلماذا رحنا احنا للقوائم المالية؟ يعني من الإجابات، أحد الإجابات قال عن طريق حسابات بنكية. طيب جميل، أنا مد السهرية، حساب بنكي ما يجيب عدد الطلاب، حساب بنكي ما يجيب والله مثلا عدد الكراسي، ما يجيب الأصول الثابتة، ما يجيب إيجار مبنى، ما يجيب الربح. حساب بنكي as today، كم عندي بالرصيد آخر الشهر هذا. حتى تداولات حساب بنكي ما تجيب لي الإفصاحات اللي أبيها. عشان كذا حنا لجأنا إلى القوائم المالية، لأن القوائم المالية هي اصطلاح علمي معرفي بين المحاسبين، اصطلحوا فيه على عدة أمور. من الأمور هذه قائمة المركز المالي، من الأمور كذلك شو اسمها قائمة الأرباح والخسائر. أنا أستاذن الإخوة الزملاء والمتخصصين إني بعض التفاصيل بمهد لها تمهيد، ممكن إنه مبدأي شوي، وذلك توحيدا للأرضية المشتركة، لأن ما ودي ندخل بتفاصيل الآلية الحساب حتى نتأكد أن جميع الحضور على أقل شيء مستوى واحد من الفهم. فنعرف أن بندخل تفاصيل قد لا نفهم كامل تفاصيلها، لكن نعرف أنها تستند إلى قائمة مالية. فالمحاسبين الزملاء الكرام المحاسبين عندهم ثلاث قوائم، أو عندهم عدد من القوائم. ما هي هذه القوائم؟ ممكن تشارك جميعا في الشات، ما هي هذه القوائم التي عند زملاء المحاسبين؟ ما هي القوائم الموجودة في التقرير المالي؟ التقرير المالي كل منشأة تروح نهاية السنة المالية، تروح 23/12/31/12، تروح للمحاسب القانوني، تقول لي المحاسب القانوني هذا اللي بعته، هذا اللي شريته، وهذه المستندات، وهذه طلع لي التقرير المالي للسنة. وش فيها التقرير المالي؟ يا سلام، الأخت فادية تذكر أنه في قائمة الدخل. الأخ حسام كذلك قائمة المركز المالي، إجابة صحيحة. كذلك قائمة التدفقات النقدية، جميل. الدخل جميل ما شاء الله تبارك الله. الأخ عبد الحميد القصيبي ذكر جميع الأجوبة في جواب واحد ودقيق. فكما تفضل الأخ عبد الحميد، المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية، هذا الغالب كل تقرير مالي فيها ثلاث أشياء. طيب حنا لماذا نروح لقائمة المركز المالي؟ نذهب لقائمة المركز المالي لأن باقي القوائم يعني لا تخدمنا كما تخدمنا قائمة المركز المالي. فقائمة المركز المالي تجيب لك كذا مكتوب في قائمة المركز المالي كما في 31/12/2019، فتعلمك مال المنشأة وما عليها، مال المنشأة وما عليها بالتفصيل الدقيق. فهنا قامت هذه هنا بالصورة تقريبا تشبيه لقائمة مركز مالي. قائمة مركز مالي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن جانبين، جانب استخدامات أموال أو يسمونها موجودات أو يسمونها أصول، وجانب الثاني مصادر الأموال أو يسمونها مطلوبات حقوق ملكية، ولهم عدة تسميات، أو يسمونها مصادر خارجية أو مصادر داخلية.
لهم عدد من التسميات. ومن التحديات التي ستواجهنا في هذه الدورة وفي كامل علم المحاسبة أنه علم اصطلاحي. ما معنى علم اصطلاحي؟ ما معنى علم اصطلاحي؟ معنى علم اصطلاحي أنه علم اصطلح عليه أهل فن معين. فمثلا أنا والله ما جازت لي مثلا عبارة مثلا الموجودات، ليش ما يستخدم الأصول؟ لا، هؤلاء ترى عندهم معايير يستندون إلى المعايير السعودية في السابق، كانت تسمى القاب صادر من هيئة السعودية، والآن تحولوا كل المحاسبين تحولوا إلى معايير IFRS، معايير الدولية توحيدا كل المحاسبين. وهذا ترى يعني معلومة دقيقة جيدة الوصول، أن جميع المحاسبين في العالم تقريبا يحتكمون باختلاف بسيط، بس يحتكمون إلى معايير إلى معايير متقاربة. فمثلا الموجودات هنا ترى الموجودات هناك، تقسيم القائمة المالية كذلك، وجود هذه الثلاث بنود، قائمة المركز المالي، قائمة الأرباح والخسائر، قائمة الدخل تسمى كذا، قائمة الدفق النقدية، تقريبا غالبا تروح العالم كله تقريبا في هذه القائمة. فعلم المحاسبة اليوم علم اصطلاحي له أكثر من 600 سنة، وتصالح عليه جميع أو تصالح عليه يعني أغلب العاملين في صح العبارة في التجارة العالمية، فهم يحتكمون إلى ذلك، وعليهم جهات تدقيق وجهات تشريع وجهات إصدار بتفاصيل معينة كثيرة. فقائمة المركز المالي عندنا عبارة عن شقين، شق استخدامات الأموال وشق مصادر الأموال. شق استخدامات الأموال فيه الموجودات اللي والله مثلا خلنا ناخذ مثال مثلا عشان نتأكد ان احنا كلنا فاهمين جميع استخدامات الأموال او الموجودات او الأصول، هذا الشق اللي تملكه المنشأة، الذي للمنشأة كما في 31/12. فمثلا انا ابراهيم ابغى اسوي لي قائمة مركز مالي انا كمستفاد، الساعة وين احطها؟ الساعة وين تصير؟ الساعة تصير في المصادر الأموال ولا استخدامات الأموال؟ في الموجودات ولا في المطلوبات؟ جميل، الأخ محمد الجبر يقول في الأصول، صحيح، الساعة تكون في أصولك. طيب مصادر الأموال أو المطلوبات حقوق ملكية وش فيها؟ فيها الشيء اللي دعم هذا الأصول. والله مثلا أنا طلعت لي هنا في استخدامات الأموال ساعة، طيب ساعة من وين شاريها؟ أنت من الراتب، إذا الراتب مفروض يجي في هذه الجهة، مفروض يجي في القسم الثاني المقابل. فمثلا شاري ساعة مثلا 500 ريال، ترى مفروض أنه يجي هنا 500 ريال، نعرف هنا أن 500 ريال جاية تراها من الراتب وراحت إلى الساعة. النتيجة النهائية أن استخدامات الأموال هذا الشق كاملا يجب أن يساوي هذا الشق كاملا. هذا مبدأ عند المحاسبين، ماذا يسمونه؟ شو يسمونه المبدأ هذا؟ مبدأ تساوي شق الموجودات مع شق الأصول ومع شق الأصول والمطلوبات مع شق المطلوبات وحقوق الملكية. ماذا يسمى هذا المبدأ؟ بالإمكان الجواب في الشات. حتى الآن لم نجد جوابا يا شباب. جميل، جانا جواب من الأخ عبد الحميد القصيبي، المقابلة أو توازن الميزانية. فيجب هذا مبدأ أو معيار أو عرف يجب عند المحاسبين أن يتساوى إجمالي الموجودات اللي في الجانب هذا مع إجمالي المطلوبات حقوق ملكية اللي في جانب هذا. طيب نروح للسؤال الأخير، لماذا قائمة مركز مالي وليس قائمة الدخل؟ حنا قلنا هنا قائمة مركز مالي، ليش ما نروح قائمة الدخل؟ طيب ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل هي اللي تبين لك وش الإيرادات وش المصروفات اللي صرفتها، يعني وش مثلا صافي دخلك راتب، مثلا أنا إبراهيم راتب، الراتب جاني، ليش ما أروح أعتمد على الراتب وأحسب الزكاة من؟ لأن الراتب يجيني فترات متقطعة، مثلا راتبي كل شهر يجي مثلا مبلغ مثلا 5000 ريال مثلا، فيجيني 5000 شهر أغسطس، 5000 شهر أكتوبر، 5000، فأنا إذا رحت قائمة الدخل ما تبين لي وش عندي وش لي وش علي. نجي إن شاء الله بمرتكزات الهيئة في شريحة مستقلة، أن أعظم مرتكزات الهيئة أنها تأخذ المكلف كيوم واحد، فحنا نحاسبك بيوم التقرير المالي، فالهيئة تحاسب المكلف بيوم التقرير المالي، وش دخل عليك بكل المداخل، هذا ما تعكسها إلا قائمة مركز مالي. قائمة مركز مالي تبين لك وش اللي عندك اليوم
وش اللي عليك اليوم. فلماذا قامت المركز المالي لاستقطاب الدخل؟ لانها تعكس مال المكلف من حقوق وموجودات وما عليه من التزامات ومطلوبات في يوم وجوب الزكاه. فمثلا بدايه سنه ماليه ب 1/1/2040 الى 31/12/1440 هذا يعني اكتمل عليها حولا كاملا وكملت سنة. والآن قامت مركز مالي تطلع لي كما في آخر يوم شو اللي صار بكل شيء. فهذه التفصيلات بإذن الله ستكون يعني من مبادئ المحاسبة وينصح في 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 لمن أراد التعمق في هذا أو مو التعمق حتى يعني التزود من 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 هذه التفاصيل ينصح ب ب بمواد مبادئ المحاسبة أو مواد 101 وهي منتشرة في 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 وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب وغيره بكثرة. لكن أنت إن ضبطت مثل هذه المبادئ المحاسبية تراك ستضبط تقريبا 90% من القدرة على فهم مال الشركات. مثلا لو سألتك الحين أنا سألتك شلون شركتك يا مثلا يا محمد بمان أو يا عبد الحميد القصبي أو القصيبي يا عبد الحميد مثلا شلون شركتك مثلا اللي تملكها ولا شلون مثل أهلية، تقول والله زينة والله أي أمور طيبة. هل هي ربحانة ولا خسرانة؟ والله في إيراد. ليس شرط أن في إيراد يعني أنك ربحان، قد يكون في إيراد لكن مصروف أعلى، لكن في مصروفات ما سددت. لكن فلذلك المعرفة المحاسبية تراها هي أسرع طريق إصلاحي تم التعارف عليه من قبل جميع التجار لعكس مال المشاة وما عليه في يوم واحد. فأنا مثلا أقول لك مثلا في كل جهات حتى الجهات الحكومية تروح مناقصة يقول لك عطني قوائمك المالية، تروح كذا كل أحد يقول عطني قوائمك المالية. ليش؟ لأن القوائم المالية تستطيع من خلالها تعرف مال المشاة وما عليها. لماذا نتزود منها؟ نتزود منها لأن أول شيء وعي محاسبي زكوي بالنسبة لنا نقدر ننطق منه، الثاني كذلك لأنك تستطيع قراءتها تعرف، بس تعلم هذا العلم يعني غير متخصصين هذا او الحضور اللي مثلا الحضور اللي القانونيين او شيء من هذا او المتخصصين بالقانون او متخصصين بمجالات اخرى تعرف كيف تقرا قائمه ماليه. طيب ننتقل للشريحه الاخرى. الشريحه الاخرى هنا بناء نظامي قانوني. فعندنا في المملكه كيف نعمل؟ هل هيئه الزكاه تعمل من غير تشريع او غير مستند؟ لا، عندنا هيكل التشريع في المملكة عبارة عن مجلس وزراء هذا يصدر الأنظمة بآلية معينة، لا أرغب أن أستفيض منها، لكن يصدر مرسوم. المرسوم هذا هنا مرسوم 40405، يعني هيئة الزكاة تعمل بموجب هذا المرسوم وتجب الزكاة بموجب هذا المرسوم من أكثر من 30 سنة. طيب المرسوم صادر من الملك او رئيس مجلس الوزراء، بصفتي رئيس مجلس الوزراء فيصدر هذا المرسوم، ثم بعد ذلك تتابع يصدر هذا المرسوم فيفوض وزير الماليه او يفوض المختص. عندنا مثلا في لائحتنا المرسوم هذا نص على ان تجب الزكاه ونص على ان من اختصاص مصلحه الزكاه التي تحولت لاحقا الى هيئه الزكاه، واضح؟ وان من اختصاص وزير الماليه اللي هو رئيس مجلس اداره الهيئه الان. طيب جاء قرار مجلس وزراء 126/1430 كذلك بتفويض وزير المالية بإصدار لائحة. يا وزير المالية أصدر لائحة لجباية الزكاة. اللائحة عبارة عن إيش؟ اللائحة جاءت عبارة عن تجميع متفرع. فالمملكة العربية السعودية تعتبر رائدة في التجربة الزكوية على مستوى العالم الإسلامي والعالم حتى ككل، وتجربات هذه تحتذى، وذلك لأنها من عام 1370 صادر مرسوم في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله بجباية الزكاة، فلها 70 سنة تعليمات تعاميم كذا. جاء قرار مجلس الوزراء 126 وأعطى الصلاحية لوزير المالية بإصدار لائحة. صدرت هذه اللائحة الأولى من وزير المالية 2082 عام 83. اللائحة هذه لم تأتي بجديد، وغالب اللوائح لا تأتي بجديد وإنما تنظم إجراءات، تكون تعاميم متفرقة وتعليمات وقرارات وكذا، فتنتظم كلها في لائحة. أخيرا صدرت اللائحة الجديدة أو اللائحة المعدلة، هي لائحة عدلت هذه اللائحة رقم 2216 بقرار وزير المالية رقم 2216 تاريخ 7/7/1440. هذه صورة اللائحة وهي موجودة على الموقع. طيب
اللائحة فيها تفصيلات كثير وتعريفات وهي المستند التي يتحاكم إليه المكلف مع الهيئة. فالهيئة لا تعمل باستقلال، الهيئة لا تعمل بدون تنظيم، لا تعمل بموجب تنظيم. وإذا اختلف وجهة النظر بين المكلف والهيئة فيكون الاحتكام إلى هذه القوانين أو القواعد أو الأنظمة والتعليمات واللوائح، وهي مواد قانونية يمكن الرجوع إليها. طيب هنا سريان اللائحة، هنا نتحدث عن 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 مادة قانونية معروفة، فمتى تسري؟ فمثلا هذه 1440 أنا كمكلف متى تمشي عليه؟ أنا بعرف، أنا والله منشأ كل شوي جايني ربط أو كل شوي كذا، أنا ما أدري أساسا أنا مشيني من 40 ولا من جديد ولا راجعين عليه بسنوات سابقة ولا متى تسري؟ فالأنظمة واللوائح التي تصدر تسري وينص على تاريخ سريانها. فصدرت اللائحة هذه 2082 صدرت وتسري على السنوات السابقة لسري اللائحة من 2017-1432 مشت هذه اللائحة. بعدين جاء 1440 وصدرت اللائحة المعدلة، اللائحة المعدلة المطبقة الآن تسري من 2019. كل إقرار قدم بال1/1/2019 تسري عليه اللائحة الجديدة. فأنت كمكلف عشان أعرف أنا وين أروح وين أحتكم، إما أحتكم اللائحة المعدلة ولا اللائحة السابقة، أشوف أي إقرار ما هو هذا الإقرار. ثم جاء في عام 41 صدرت قواعد تقديري ليست شيئا جديدا وليس تشريعا جديدا وإنما هو جزء من كل. إيش معنى جزء من كل؟ عندنا أنواع مكلفين في الهيئة، نوع الحسابات اللي إحنا سولفنا عنهم، نوع الحسابات اللي إحنا سولفنا عنهم قبل شوي، شو اسمه اللي عنده قوائم مالية. طيب نبي نسأل سؤال الآن يا جماعة، أنا بقالة يا جماعة، أنا حلاج، أغلب المنشآت منشآت صغيرة متوسطة، واليوم الحكومة أو المملكة تدعم المنشآت الصغيرة المتوسطة وتدعمني أنا كمكتب مثلا محاسبة ولا مكتب خدمات عامة ولا مكتب تعقيب ولا. طيب أنا كشخص أنا ما عندي قوائم مالية أساسا، المحاسب يبي لي 10,000، أنا مؤسسة فردية، أنا بقالة، أنا كذا، المحاسب القانوني عشان يطلع لي قوائم مالية يبي لي 10,000، وعشان يتعامل معي لازم أوظف محاسب، أنا ما عندي كل هالزحمة ذي كلها، حلاق صغير أبيع وأشري وآكل يلا بسرعة سلم، حلوا لي موضوعي. ما هو الحل؟ ما عندي قوائم مالية، ما هو الحل؟ ودي أشوف أجوبتكم في الشات. جميل، الأخ محمد جبر أجاب جوابا صحيحا، نبي أجوبة أخرى يا جماعة عشان نشوف أن مستوى الوعي واضح. بسم الله، هل في أجوبة غير الأخ محمد؟ طيب إجابة الأخ محمد صحيحة، تقديري. فجاءت الهيئة وأصدرت قواعد التقديري أو يسمونها جزافي في السابق، لكن الآن قواعد تقديري، صادرت قواعد التقديري، قالوا لك أنت كمكلف مثلا ما عندي قوائم، ما عندك الزحمة، بس تقول أنا يعني ما عندي هذه الزحمة، أبيع وأشري وآكل. صادرت قواعد تقديري بتنظيم معين، تنظيم معين يستند إلى أمور أخرى مثل إيش؟ والله مثلا عدد عمالك من وين نجيبها؟ الهيئة سهلت هذه ولها ورشة مستقلة، بس عدد عمالك يجيبونها من التأمينات، مبيعاتك يجيبونها من مؤسسة النقل العربي السعودي، كلها تسهيلة بربط إلكتروني كامل ما يكلفك أنت، فقط يصدر لك الربط وحد أدنى 500 ريال. جميل، الأخ والأخت عقيلة علي كذلك أجابت جوابا صحيحا. شو اسمه؟ فالآن التقديري سريان قواعد التقديري هذه على الإقرارات المقدمة بعد 31، فأي إقرار جديد بعد 31/12/2019 يعني من بداية 1/1/2020 ترى بتطبق عليه قواعد التقديري إذا كان من المكلفين الصغار. عشان كذا في كثير من المكلفين الآن صارت تجيه رسائل تقول له والله مثلا إجابة صحيحة من الأخ محمد، من الدكتور حسن إجابة صحيحة، كلها ربوط تقديرية. فالآن ممكن أنكم تسمعون الآن في كثير من المكلفين جاء ربط من الهيئة، جاءت رسالة ربط لسنة فلانية كذا، ربط كذا، هذا كلها قواعد تقديرية بإذن الله ستكون لها ورشة مستقلة.
وتبصير مستقل وهي من المعلومات البسيطة والسهلة والمعادلة السهلة، يعني التزود منها جيد، وذلك لأن قواعد عبارة عن ثلاث صفحات إذا ضبطها الواحد وحضر فيها دورتها ستقام بإذن الله وقيمة وموجودة على اليوتيوب، مكنته من فهم كيف يتم حساب كل الشركات أو كل الشركات الصغيرة المتوسطة وهم أغلب الشركات الموجودة في السوق، مئات الآلاف من الشركات. طيب نتجاوز الآن، نسأل من الخاضعين وغير الخاضعين لجبهة الزكاة. سؤال، هل الفرد خاضع لجبهة الزكاة عند الهيئة أو لا؟ الفرد، أنا كفرد، أنا إبراهيم، هل أنا خاضع أو لا؟ ما وصلتني حتى الآن ولا جو. إجابة صحيحة من الدكتور حسن، من الأخ فادي أو الأخت فادي، من المصطفى، صحيح صحيح الأجوبة من مصطفى، من صحيح. جميل جميل صحيح، الأصل في أن الأفراد لا يخضعون لجباية الزكاة كما نصت المادة الثانية من اللائحة، نصت المادة الثانية من اللائحة. احنا ترى في كل كلام سنقوله الآن يجب أن نسند له مسند قانوني، فأي سؤال تقول والله ما أنا ما أدري عنها كذا، أسأل، قل أي مادة، أي أحد سواء في هذه الدورة أو ورش لاحقة، جميع فاحصي الهيئة والمكلفين ومكاتب المحاسبة تعمل بموجب هذه اللائحة. فإذا جاء مثلا استفسار أو سؤال، أي مادة نصت على هذا؟ فمادة الخاضعون نصت عليها المادة الثانية، والأفراد الذين لا يمارسون نشاطا اقتصاديا غير خاضعين للزكاة. طيب كذلك من الناس الغير خاضعين، الخاضعين هم مؤسسات فردية سعودية، حصص الشركات السعودية، حصص غير السعوديين غير المؤسسين في الشركات المتداولة في السوق السعودي، المنشأة الدائمة المملوكة، هذه تفصيلها بإذن الله، تفصيلها في المادة الثالثة يمكن الرجوع إليها. في سؤال يا شباب، أنا شخص مساهم وشاري في سهم مثلا سابق، خلاص، هل شركة سابق شركة تدفع الزكاة للهيئة، خلاص؟ طيب وأنا مستثمر طويل أجل، هنا أنا بالنسبة لي هل أنا خاضع أو لا؟ نحتاج جوابا. جميل 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 جميل، لا جو فيها تفاوت، في أخطاء وفي إصابة. طيب الجواب الدقيق، أنت ما دمت مستثمرا في سابق خلاص، فأنت كفرد غير خاضع أساسا، لكن استثمارك في سابق جعل سابق شخصية اعتبارية مستقلة، فسابق خاضع وذلك لأن لها شخصية اعتبارية مستقلة وتدفع الزكاة. لذلك حصص السعوديين وغير السعوديين وحصص الشركات السعودية كلها خاضعة، حتى وأنت ملكت فيها أنت كفرد، لا يعني أنك خاضع، ولكن يعني أن هذه الشركة تدفع عنك الزكاة، فحصتك تعتبر مزكاة ما دمت مستثمر طويل أجل بتفصيلها، لكن هذه سنأتي عليها بشريحة، أن ما مرتكزت طريقة الهيئة إعمال الشخصية الاعتبارية، وهذا جوابا عليه. سرعنا السؤال الآن لأن بنجاوب عليه هناك بإذن الله. طيب من الأشياء قبل ما نبدأ بالطريقة، وش الإجراءات اللي تتم فيها الهيئة؟ وش إجراءات تقديم الإقرار؟ خلاص، أول إجراء حنا فرقنا ترى هذه الدورة، معليش السؤال الآن، هذه الدورة للتقديري ولا للحسابات؟ المكلفين التقديري الحلاقين كذا ولا للحسابات؟ نبي جواب يا جماعة. جميل، عبد العزيز جاء صحيحة. جميل جميل جميل، هذا بالاتفاق. جميل، طيب جميع الدورة الآن التي ستشرح تراها المكلفين حسابات، معنى ذلك أنك أنت كنت تقديري أو تبغى تسأل تقدير، ترى إجراءات مختلفة. فالحسابات هذه إجراءاتهم، أول شيء اللي باللون الأصفر إجراء من المكلف، اللي باللون الأخضر إجراء من الهيئة، اللي باللون الأحمر إجراء حق المكلف، يعني إجراء اعتراض. طيب أول شيء تسجيل، تسجل في الهيئة تسجيل أم يدوي ولا غالبا الآن تسجيل إلكتروني، مجرد ما تصدر سجل تجاري في وزارة التجارة، في ربط إلكتروني بين الجهات الحكومية لبرنامج يسر وغيرها، فتيسيرا للتجارة يصير تسجيل إلكتروني ويطلع لك رقمك.
بعدين أنت كمكلف تقدم إقرارك، تقدم إقرارك في فترة استحقاقك. فمثلا خلصت سنتك المالية في 1/12/2020، تقدمها في فترة استحقاقك الفترة اللاحقة، قدمت إقرارك، بعدها قدمت الإقرار يفتح لك خانة سداد، سد زين، سددت خلص موقفك الزكوي الآن، أو مو خلص موقفك الزكوي كذا، ما خلص التزامك بناء على إقرار. تأتي الهيئة هنا وتربط الربط في مدد موجودة في اللائحة، خلال كم يكون الربط؟ تربط الهيئة تقول والله أنت قدمت إقرارك في كذا، خلال سنة سنتين شهر شهرين جت وفتحت حالة قالت لك والله أنت يا مكلف قلت لي إن والله مبيعاتي مثلا 20 مليون مثلا، طيب لا تعال خلينا نشوف هل هي 20 مليون صدق ولا لا، عطني المستند، عطني فاتورة سداد، فاتورة إيجار، هذا الربط. الربط إذا جاك خلاص جوك أنت إحدى خيارين، أما قالوا لك ربط ري أسسمنت سوينا ربط وقلنا والله لا والله زدنا عليك مثلا زكاة مثلا والله مثلا أنت بعت مثلا 2000 زدنا عليك 1000 وذلك لأنك في مثلا مصروف غير يعني غير جائز الحسم وانت حسمته، قبلت رح سدد، انت قبلت بإجرام رح سدد، انت ما قبلت من الضمانات التي حفظها النظام للمكلف الرفض، انك تستطيع ترفض الهيئه، ترفض قرار الهيئه. اذا رفضت قرار الهيئه طيب ما المستند على هذا يا ابراهيم؟ المستند على هذا اللائحه المواد الفصل السابع من لائحة المواد 25 وما بعدها، المواد 25 وما بعدها نصت على إجراءات الاعتراض والمدد الخاصة. طيب رفضت، لك أن تعترض، فتعترض، لك أن تعترض وتكمل الترافع. الترافع يروح من يروح عند اللجان الاعتراضية، اللجان الاعتراضية هذه لجان مستقلة مهيئة ومشكلة بأمر ملكي ومسمي أعضاءها بأمر ملكي مستقلة، تحكم بين الهيئة والمكلف، وللمكلف الحق كذلك أثناء أي فترة من فترات الاعتراض أن يطلب اللجوء إلى التسوية. ففي لجنة كذلك موجودة في الهيئة تنظر في التسوية فتحكم، تقول والله مثلا ربطت عليك الهيئة بمبلغ كذا، طيب لك الحق أما أنك تكمل ربط ولا والله رح للش اسمه رح يكمل اعتراض. فاللجنة مشكلة كلها عن طريق نظامك الآلي، نظامك الآلي تقدر تعترض، نظامك الآلي تقدر تطلب اللجوء للتسوية، كلها عن طريق آلية. طيب نبي ندخل، تجاوزنا هذه الشريحة، نبي ندخل الآن في الكلام الدسم شوي ونحتاج تركيزكم جعلكم تسلمون. طيب طرق حساب الزكاة لمكلفي الحسابات طريقتين، ما هي هذه الطريقتين؟ هل المفروض أن هذه الطريقتين تؤدي نفس النتيجة أو لا؟ نبي جواب. يا سلام الأخ محمد إجابة صحيحة، نعم الأخ عقيلة رزان أجوبة صحيحة، صحيح المفترض أن تؤدي كلا الطريقتين نفس النتيجة، ولا سنفترض تطبيقا تطبيقية، سنفترض قائمة مالية وسنحسبها وستؤدي لنا بنفس النتيجة. طيب الآن عندنا الطريق المباشر، الطريق المباشر فكرتها أو تسمى يعني استصحبوا المعنى اللي ذكرناه في البداية، أن ترى المسميات ستواجهنا فيها صعوبة، طريق مباشر، طريق مصاد الأموال، الأصول، كذا، التسميات هذه الإصطلاحية لدى المحاسبين تحتاج ضبط، والقانونية كذلك. فالطريق المباشرة تقوم نرجع حنا إلى قائمتنا المالية، قائمة مركز مالي، استخدامات الأموال أو مصاد الأموال أو الموجودات، عندك موجودات، هنا موجودات زكوية، مثل إيش موجودات زكوية يا شباب؟ مثل ايش موجودات زكوية هنا؟ نبي مثال يا شباب، مثل ايش موجودات زكوية؟ اعطونا مثال يلا عشان ننطلق يا شباب، لا اعطونا مثال يعني مثال ينطبق علينا، انت ايش عندك موجود زكوي؟ مثلا ابرز مثال احسنت حساب البنك الاخ عبد الرحمن، الموجودات هي الاصول، ايه يا سلام النقد عبد الحميد ما شاء الله مبدع، عبد الحميد محمد الاخ محمد ماء الصندوق صحيح، هذه كلها موجودات زكوية. طيب موجودات غير زكوية مثل ايش؟
موجودات غير زكوي مثل احسنت الاصول الثابته الاخ محمد، الاصول الثابته مثلك مثلا انت كفرد مثلا مثل جوالك سيارتك هذه غير زكويه خلاص. طيب هنا يقابلها ايش؟ هنا مصادر الاموال او المطلوبات او حقوق ملكيه. في مصادر اموال قصره اجل، ما هي مصادر اموال قصره اجل؟ اعطونا مثال. مصدر اموال قصر اجل او تسمى مطلوبات او تسمى مطلوبات او تسمى ديون مثل ايش؟ احسنت اوراق دفع مثل مثلا ابرز مثال مثلا عليك قرض، انت والله مسلف اخوك مسلفك والله مثلا 500 ريال قالك الى الراتب يعني قصيره اجل عند المحاسبين يعني اقل من سنه، فبتدفعها الشهر الجاي، فتدفعها الشهر الجاي هذه قصيره اجل. يا سلام ما شاء الله الاخ مصطفى صارت كل انواع او اغلب انواع قصيره اجل. جميل. طيب ومصادر خارجيه او مصادر خارجيه استخدمت في مخصوم، هذه مصادر طويله الاجل. طيب مصادر داخليه مثل ايش يا شباب؟ مصادر داخليه هذه يبي لها تركيز مثل ايش مصادر داخليه؟ يا سلام الارباح والخسائر راس المال فضيله، يا سلام. طيب الاخوان غير المحاسبين بنوضح لهم ليش مصادر داخليه او يسمونها حقوق ملكيه، هذه اسمها حقوق ملكيه او مصادر داخليه. المحاسبين يقولون بانك ما تشتري شيء الا بتمويل. طيب التمويل انت كمنشاه، التمويل اما من قروض او من فلوس عندك راس المال. مثلا انا داخل مشروع جديد مدارس، عندنا مدارس داخل مشروع جديد راس مالي 120,000، هنا مصادر داخليه تكتب راس المال 120,000 مثلا ارباح ولا راتب ولا ايراد ولا كلها تصير هنا مصادر داخليه. ليش يسوون كذا؟ عشان تنتظم. تصير 8 زائد 17 كم يساوي؟ 8 زائد 17 كم يساوي؟ 25. كذلك 5 زائد 13 زائد 7 25. اذا مبدا توازن الميزانيه، هذه القائمه الماليه صحيحه وذلك لان القائمه الماليه فيها متوازنه. طيب نبي نسال الان كيف تتم الطريقه المباشره؟ الطريقه المباشره تقول لك جيب موجوداتك الزكويه اللي هي النقد والنقد وال يعني وديون قصيره اجل او اي بند زكوي جيبها مصادر موجودات زكويه 8 ناقص الديون اللي بتدفعها، فالثمانيه الكاش احنا نعرف ان 5 بتدفعها لاخوك، انت معك 8 كاش بس 5 بتدفعها لاخوك، اذا 5 تحسب من وعائك الزكوي، اذا وعائك الزكوي يكون 3. طيب كم تدفع الهيئه؟ هل تدفع 3 الهيئه؟ هل تدفع الهيئه 3؟ ترى معلومه ذكرناها في بدايه اللقاء. الوعاء الزكوي هل تدفع 3؟ لا، يا سلام. تدفع منها 2.5%، 2.5% ربع العشر تدفعها من الوعاء الزكوي. طيب طريقة غير مباشرة نفس الفكرة، طريقة غير مباشرة تقول ان نفس القائمة المالية اللي عندنا تو، احنا قلنا 8 ناقص 5 هي نفسها، ترى هي نفسها 13 زائد 7 ناقص 17 هي نفسها. مصادر خارجية استغرقت في محسوم، هنا دخلنا بمصطلحات جديدة عند الهيئة، مصطلحات جديدة. ايش تقول الهيئة؟ تقول الهيئة ان الموجودات الزكوية هذه السائل النقد ومدري ايش، صحيح انه عشان نطلع الثلاثه اللي هي النقد رحنا حسمناها من القروض. طيب نفس الفكره لو بغينا نسويها، نفس الفكره هي نفسها بالضبط، اذا جبنا كل مصادرك الاموال الداخليه والمصادر الخارجيه او مصادر او يسمونها الديون طويله الاجل جمعناها وخصمنا منها الموجودات. دليل ذلك ان جمعنا 13 زائد 7 كم يساوي؟ 13 زائد 7 يساوي 20 ناقص الموجودات المحسومه 17 اللي هي ساعات وغيرها طلع وعاء الزكاه 3. الطريقه المباشره متساويه مع الطريقه المباشره. طيب يا شباب نبي مثال على الموجودات المحسومه للمدارس. ما هو المثال على الموجودات محسومه او موجودات غير زكويه للمدارس؟ تو ذكرناها. صحيح الاثاث عبد الرحمن الطاولات، صحيح.
جميل، إجابات صحيحة، الوسائل التعليمية صحيح، فهذه من الموجودات غير محسومة. طيب الآن نبي ننتقل لشريحة أخرى. شريحة أخرى هنا بدخلنا العمق وجينا على الشكل اللي يحبون المحاسبين. المحاسبين دائما هذا الشكل، القائمة المالية تجي قائمة مركز مالي لشركة إمداد مثلا، ولا شركة مثلا إبراهيم التعليمية، يجي فيها الالتزامات يجي فيها والله مثلا 2018-2019 موردون، شو يقصدون بموردون؟ موردون ناس مثلا أنت مدرسة ولا بقالة، اللي جايب لك اللبن يطلبك 500 ريال تدفعها له قصيرة أجل، تدفعها له عقب شهرين، أوراق دفع هذه والله مثلا كمبيالة ولا سند لأمر، واحد مكتب كياد وسدني إياه، أطراف ذات علاقة كذلك، التزامات غير متداولة أو تسمى الاسم الثاني لها الديون غير متداولة. فهنا نشوف أن التزامات غير متداولة قرض حكومي مثلا، جايني قرض حكومي من 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 الحكومة، أعطتني تمويل صندوق التنمية معطيني تمويل، أو صندوق التعليم أو وزارة التعليم معطيني تمويل قدرة 3400 ريال، و2019 سددت من 60 صار بقى نهاية 2019 بقى 3400 تمويل إيجارة، أخذت تمويل إيجارة من البنك كذلك نفس الحكاية. طيب نفس الفكرة، حقوق ملكية، حقوق ملكية عندي راس المال 900 وزدت ب 2019 صار 1000 احتياطي نظامي. إيش معنى احتياطي نظامي؟ وزارة التعليم قالت والله عليك احتياطي، جنب احتياطي، أو نظام الشركات نص على تجنب احتياطي، جنبت احتياطي، أرباح مبقات، أرباح باقي عندي. فأهم نقطتين هنا وش هي؟ أن 7000 اللي في نهاية 7000 اللي في نهاية 19 هي 7700 اللي في نهاية 19. ما اسم هذا المبدأ؟ نبي نراجع، قلنا 4 مرات الآن. ما اسم هذا المبدأ؟ تساوي نهاية السنة مع نهاية السنة. ما اسم هذا المبدأ يا شباب؟ هذا يجب أن نحفظ حفظا كاسمائنا. شو اسم المبدأ هذا؟ يا سلام، إجابة صحيحة يا أخوي محمد، قلنا باسم ثاني حنا. هل في إجابة أخرى؟ المقابلة، جميل جميل عبد الحميد، توازن الميزانية. لا ننسى توازن الميزانية أو الموازنة، الموازنة أو المقابلة أو التطابق أهم مبدأ ترى يا جماعة، لأن الموازنة إذا ما اتزنت قائمة مركز مالي هذه ترى خطأ محاسب مو خطأ هي. طيب نرجع هنا، نرجع ونقول نبي نحسم وفق طريقة الطريقة المباشرة. الطريقة المباشرة تقول إيش؟ الطريقة المباشرة تقول راح يحسب الموجودات المتداولة، راح يحسب الموجودات المتداولة، راح يحسب الموجودات المتداولة. موجودات المتداولة كم؟ 3050، هنا 3050 ناقص الموجودات المتداولة والزائد من الزائد طويلة الأجل. هنا بنأجل هذه الفقرة قليلا، بس الموجودات المتداولة 3050 ناقص الالتزامات المتداولة 1190 زائدا زدنا عليها الزائد من الالتزامات طويلة الأجل اللي تأكدنا أنها ممولة لمحسوب. تقول الهيئة أو طريقة الهيئة تقوم على افتراض، الافتراض سيأتي شرحه بإذن الله بعد قليل، بس الافتراض شو يقول؟ الافتراض يقول يا جماعة شوفوا الموجودات غير متداولة كم؟ موجودات غير متداولة 4650، هذه الموجودات غير متداولة. خلاص تقول الهيئة هنا 4650 لابد وأن فيها شيء ممول من الالتزامات غير متداولة. لذلك تقوم طريقة الهيئة تقول أضف جميع الالتزامات طويلة الأجل لكن بحد أقصى الأصول الثابتة. لماذا؟ يسمونه لمقابلة المحسوم، أو المادة هذه المادة الفقرة ثلاثة المادة رابعة. تقول الفقرة ثلاثة المادة رابعة تقول لنا يضاف من الالتزامات غير المتداولة إلى الوعاء الزكوي بحد أقصى المحسوم. ليش يسوون كذا؟ ليش الهيئة تسوي كذا؟ ممكن أحد يجاوب يا شباب؟ الأخ عبد العزيز عبد الكريم، الأسئلة كرماً في 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 الـ A&Q عشان نرجع لآخر العرض. ليش الهيئة تضيف من الالتزامات غير المتداولة بقدر محسوم؟ ليش؟
إجابة صحيحة من أخ محمد. إجابة صحيحة. ليش؟ لأن تقول الهيئة إذا ما أضفنا، إذا ما أضفنا وحطينا حقوق ملكية ناقص على طول الأصول الثابتة، شوفوا الأصول حقوق ملكية 1700 ناقص 4650 بيطلع الوعاء سالم. مو منطقي. ليش مو منطقي؟ لأن نعلم أن ترى هذه الأصول الثابتة ترى مو كلها جاية من من حقوق ملكية. فيه شيء مأخوذ بتمويل ومدفوع في أصل ثابت. إذن من من البين إنك تروح تحمل الوعاء الزكوي شيء صح العبارة كيف نعبر عن شيء يعني ليس له علاقة بالوعاء الزكوي. حنا كلها نبغى نروح للنقد، نبغى نروح للنقد. إذن لا تحمل النقد إلا ما يحتمله النقد، وسيأتي شرحا عليها بإذن الله. طيب هنا شرح الطريقة هذه، تقول شرح الطريقة ألف، يقول لك ألف بحد أقصى جيم، نفس الفكرة اللي تو. فألف ما يضاف منها إلا بحد أقصى جيم. ألف زائد باء ناقص جيم يساوي وعاء الزكاة عشان تتساوى، نفس الفكرة اللي قلناها 15 زائد 7 ناقص 7 عشان تتساوى. الطريق المباشر مع الطريق غير مباشرة ينبغي أن نضيف من الإلزامات بقدر المحسومات. طيب نبي نتجاوز كذلك هذه الافتراضات، استعراض استعراض الافتراضات تو كلها شرحناها، بس الحين نستعرضها شرح أوفى. الافتراض يقوم على أن نتيجة لما سبق جاءت الفروض الثلاثة التي قامت عليها طريقة الهيئة. طريقة الهيئة تقول ما نبغى نحمل الوعاء، نخليه بالسالب ونظلم حق المكلف. طبعا في معلومة يا شباب ودي أسألك، يعني ودي ناخذ فصل يعني وقت مستقطع قبل أن ندخل في هالشريحة. وقت مستقطع، الزكاة وين تروح؟ الزكاة وين تروح؟ هل عندنا خبر وين تروح الزكاة؟ الزكاة اللي تحصلها هاي من المكلفين وين تروح؟ اللي شغل مايك كرم يسكره. جميل جميل، إجابات صحيحة من الجميع. تروح للضمان الاجتماعي. طيب التحدي كيف تروح للضمان الاجتماعي؟ ما المستند على أنها تروح للضمان الاجتماعي؟ حنا قلنا أن حنا دولة من أعظم الدول، لها 70 سنة جالسة تشتغل في الزكاة. بناء على ماذا؟ هل هيئة الزكاة تروح كذا تتبرع فيها لحق الضمان الاجتماعي؟ جميل، بموجب إيش؟ خلنا نقرب لكم. هل هو بموجب مثلا تعميم من محافظ الهيئة، ولا بموجب قرار من الوزير، ولا بموجب مرسوم من الملك أو من رئيس مجلس وزراء؟ هاي يا جماعة أجيبوا أحد الثلاث خيارات. هل هو بقرار الوزير أو يا سلام، إجابة صحيحة من الأخ عبد العزيز، مرسوم. لكم أن تتخيلوا من هذا المرسوم، وهذه فقرة صح عبارة يعني تاريخية. طيب المرسوم في عهد أي من الملوك صادر؟ المرسوم في عهد أي ملك من الملوك صادر؟ ما شاء الله، الأخ زيد السيد والأخ محسن الجربة ما شاء الله تبارك الله أساتذتنا، شكلهم من الزملاء المختصين. صحيح، هو في عهد الملك سعود، وصدر بمرسوم نائب رئيس مجلس الوزراء، كان عهده وقتها الملك فيصل، فصادر عام 1383 مكتوب تجب الزكاة وتدفع إلى مصلحة الضمان الاجتماعي. فدور الهيئة فقط في هذا المقام تحصيل الزكاة ثم دفعها إلى مؤسسة اجتماعي. فلا يمكن للهيئة ولا يمكن لوزارة المالية من فوقها أو مجلس الإدارة أن يحصلها إلا وفق ما نص عليه المرسوم، فتحصل وتودع في حساب الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية. طيب نبي نرجع للعرض ونستعرض الفروض. فروض الهيئة تقول مبدئيا تقول المنطقي أن الإلزامات قصيرة الأجل مولة للأصول المتداولة ما لم يعلم أنها مولة أصول ثابتة. تقول والله مثلا أنت عندك والله مثلا موردون، ولا والله مثلا أنت عندك مثلا زي مثالنا إلزام الدولة مثلا أخوك بتسدده بعد شهرين، أنت ماخذ منه كم؟ ماخذ منه مثلا 2000،
انا افترض انك بقاله زين، بقاله انت راعي اللبن اللي مورد لك اللبن زين، قالك خلاص خلص اللبن على التصريف، خلص اللبن يا ابو سعد، واذا خلصت اللبن انا بجي احصل منك، فانت مباشره تقول علي دين موردون، علي دين موردون او دائن تجاريون، خلاص علي دين بقدر 2000 ريال، وجايني هذا وين؟ جايني رايح للمخزون. عند الفقهاء المحاسبين يسمونه مخزون، فقهاء وش يسمونه يا شباب؟ المخزون مال زكوي، ماذا يسمى عند الفقهاء؟ هو نوع من انواع، نوع من انواع الاموال الزكويه. ها اين الفقهاء الحاضرين عندنا او القانونيين او الشرعيين؟ ماذا يسمى المخزون عند الفقهاء؟ ما شاء الله تبارك الله، الشيخ محمد فقير محاسب، هذا هذا المخزون هو عروض التجاره. ليش؟ لان المحاسبين يسمونه مخزون، هو اللي يحطونه بالرف، الرف تدخل بقاله تلقى في الرف مثلا عصير ولبن وما ادري ايش، هذا مخزون، هذا عرض من عروض التجاره سيباع ويقوم بقيمته. اذا المخزون انت لبن جايبه ب 2000 ريال والمورد بيطلبك بتسدده بنهايه الشهر. المخزون هنا، المخزون هنا، المخزون هنا، المخزون هنا، المخزون هنا هذا ب 2000. نفترض، تفترض هي او تفترض الطريقه انك ماخذ 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 تمويل من راعي بقاله وما سددته، طلع عندك التزام لانك لان عنده مخزون، فالالتزام قصير الاجل ممول ابتداء من الاصل قصير الاجل، بعدين التزام غير متداول او قرض طويل الاجل ممول للاراضي. فانا افهم انك والله مثلا انت كمنشاه تعليميه انت ما راح تاخذ من صندوق التنميه قدر 2 مليون الا عشان تروح تشتري مبنى ولا تحط لك مبنى تعليمي عشان اشتراطات الوزاره الجديده، اشتراطات الوزارة عام 37 او 43 متطبق، فاشتراطات الوزارة اجبرتك انك تروح تاسس مبنى، ايش كذا اخذت قرض، لذلك الهيئة تقول ان التزام غير متداول يروح يمول ابتداء اصل ثابت. بعدين اذا خلصنا من هذه الافتراضين حقوق ملكية يروح للاصل الثابت ويروح للاصل المتداول، يروح للثنتين. واضح يا جماعة؟ الان ما شاء الله كملنا قريب ساعة، هل فيه يعني هل في عدم وضوح الى هذه المرحله ولا كلش واضح يا جماعه؟ نكمل، ما بقى يعني تقريبا انجزنا تقريبا اغلب العرض، الباقي كله يمكن تمرينات او اسئله او اشياء او اشياء او اشياء يعني تشاركيه. طيب شاكر لكم، الان نرغب ان نحلل يا جماعه، حللنا شرحنا كيف الهيئة تشتغل. طيب ليش الهيئة سوت كذا؟ ما هو المرتكز لها؟ أول شيء الشخصية الاعتبارية، معاملة المكلف باعتباره شخصية منفردة عن ملاكه بذمة مالية مستقلة لا حقوقه ولا التزاماته، ذكرناها تو في مثال. ما هو المثال؟ وش المثال اللي ذكرناه؟ نبي نسترجعه، وش المثال اللي ذكرناه قبل شوي؟ يتعلق بالشركات المساهمة. يا سلام، المساهمة في سابق، فأنت إذا ساهمت في سابق ترى ليس معناها أنك والله يجب أن لا تدفع سابق الزكاة عنك، لا، سابق تعامل بشخصية اعتبارية، وهذا مستند إلى نظام الشركات. الهيئة أخذت هذا المرتكز من نظام الشركات السعودي صادر عام 37، فجعل الشركات المساهمة كمستقل، وكذلك الشركات الذمة المسؤولية محدودة وغيرها. طيب الثاني أصول القنية، هي الأصول الثابتة أو ما في حكمها المحتفظ بها للتشغيل، وهي تسمى الأصول غير زكوية، وهي تسمى الأصول المحسومة، لها أربع أسماء تقريبا أو خمس أسماء، وهذا من تحدياتنا. طيب نبي نذكر لها أمثلة يا جماعة، ما شاء الله الحضور عدد كبير، نبي الجميع يشارك يا جماعة. الآن نبغى أمثلة على الأصول الثابتة، أي مثال على الأصل الثابت؟ تفضلتم بالجواب متشكرين، فذكرتم امثله، نبي ناخذ مثال اخير عشان انا اتاكد ان الفهم واحد. اعطونا اصل ثابت من اصول الثابته، من اصول الثابته، الاصول الثابته في المدارس. هل في اصل ثابت من اصول الثابته في المدارس يا جماعه؟ يا سلام، الارض، المعدات، جميل.
ومن 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 الأشياء أو الوسائل الموجودة في 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 المحاسبة ودقتها أنهم حتى الأقلام والدفاتر لهم بند معين. إذا كانت المدرسة بحجم معين يكون من البنود الأدوات المكتبية أو الأقلام والمدارس. طيب من المرتكزات الأخرى كذلك تاريخ حلول الزكاة. يفترض هذا البند أو يفترض هذا المرتكز أن ترى عندنا 31/12 هو تاريخ 31/12 هو تاريخ وجوب 31/12 هو تاريخ وجوب الزكاة أو هو تاريخ حلول الزكاة بغض النظر عن والله مثلا مال دخل علي ولا مال ما دخل علي. لا يعجز المكلف أو حتى الفاحص أو حتى أي شخص يرغب أن يقدم إقرارا ما لم يحدد تاريخا معينا يبدأ وينطلق به. فمثلا احنا نفترض أن والله عندي كزكاة تاريخ 31/12 حتى لو في فلوس ما جتني إلا بشهرين، بس هذه الفلوس ما جتني شهرين معناها أني لازم طلع تقرير مالي أو قامت مركز مالي قبل شهرين وكذلك فلوس قبلها كذا كذلك. لذلك قامت الطريق على تحديد موعد واحد وهو تحديد التاريخ التاريخ المركز المالي. طيب من كذلك المبادئ أو المرتكزات التي تقوم عليها الدورة أو تقوم عليها الطريقة هي المال المستفاد. تفترض هذه الطريقة أن الأرباح جميعها عبارة عن أموال مستفادة داخل منشأة، فقائمة الأرباح والخسائر عند المحاسبين كلها تروح وتجي كلها تروح وتودع في كلها تروح وتودع في حقوق ملكية. لذلك المال المستفاد يعتبر خاضعا للزكاة بدون النظر إلى متى دخل أو كم دخل أو خلال كم دخل. فلذلك مثلا مسألة يجي مكلف يقول والله عندي مبلغ ما حل عليه الحول، عارفين ما حل عليه الحول، لكن أنت لن تقدم إقرارا أو زكاة بعد شهرين أو ثلاث شهور. لذلك عندك اليوم هذا فلاني يعتبر تعجيلا للزكاة السابقة وتأخيرا لزكاة متأخرة. فعندنا هذا المال هو الذي تقوم عليه طريقة هيا. كذلك من المبادئ التي تقوم عليها الطريقة اعتماد القيم الظاهرة في القوائم المالية. تقوم الطريقة بأن أي رقم تظهر أنت في القائمة المالية هو المعتمد عندنا، فلا نعتد بأرقام أخرى تفترضها أو تقولها أو كذا. فمثلا محاسب قانوني أو قائمة مركز مالي اللي مدحة ترى في وزارة التجارة في قوائم هي التي ستستند عليها الهيئة في حسابها للزكاة. طيب كذلك من الأمور المهمة أن الدين اللي على المكلف يمنع الزكاة. معنى ذلك أن ترى اليوم الهيئة لا تدفع زكاة، يعني لا تدفع أو لا تخضع الدين للزكاة، فالقروض والمطلوبات التي على المكلف تمنع الزكاة باستثناء ما كان مقابل الأصول محسومة. طيب ودنا نذكر تأكيد على هالمثال. قبل شوي في المثال التطبيقي تذكرون يوم أن ما أضفنا القرض طويل الأجل حطينا قيد أن ما يضاف القرض طويل الأجل إلا بإيش حد أقصى إجمالي ماذا؟ ودي أشوف الأجوبة في الشات يا شباب. هالزملاء الحضور ذكرنا قيد نصت عليه المادة الرابعة أن تكون إضافة الديون بحد أقصى. ما هو الحد الأقصى؟ يا سلام، إجابة صحيحة من الأخ عبد العزيز. بحد أقصى الأصول الثابتة أو كما تسميها الهيئة أو تستعين عليها الموجودات المحسومة. يا سلام، يا ما شاء الله الأخ معتصم إجابة صحيحة، الدكتور حسن كذلك، الدكتور حسام. طيب من المرتكزات وهي مقابلة أن ترى الدين لا يخضع. لنفس الحكاية ترانا نحمي الوعاء من الدين طويل الأجل. ايش معنى نحمي الوعاء؟ تو يوم حسبنا حسبة كانت حقوق ملكية 1000 والمحسومات 5000، فخرج الوعاء بالسالب. لذلك نضيف حنا الدين طويل الأجل بحد أقصى المحسومات وذلك حماية للوعاء من الدين طويل الأجل. كذلك من الأمور التي تستند عليها الطريقة هي قاعدة ميمون بن مهران رحمه الله، وهو من
من التابعين على جلاء، فنص على قاعدة عظيمة النفع في أنها مركزة. يقول إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع. عرض البيع إيش يسمونه المحاسبين؟ ميمون مهران متوفى قبل أكثر من 1000 سنة، لكن ماذا يسمى أحسنت لأخ عبد الحميد؟ يسمى مخزونة. فيقول ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد. هذا قومه قيمة النقد تراه مسوين عنك المحاسبين. ليش؟ لأنهم عندهم مبدأ يسمونه مبدأ التقويم أو القياس النقدي. يقول لك كل شيء في قائمة المركز المالي لا تعطني إياه، لا تقول لي والله مثلا 6 طاولات، لا أعطني إياه باسمه، أعطني إياه بقيمته الحالية في السوق. ماذا يسمى؟ يا سلام، إجابة صحيحة الأخ عبد العز. مبدأ وحدة النقد أو القياس النقدي، فتقاس المخزون أو اللبن بقيمته وقت تقديم الإقرار. كذلك وما كان من دين في ملاءة فاحسب، ما كان من دين في ملاءة هذا الدين اللي على الملأ فاحسب، ثم اطرح منه ما كان عليك من دين هذا الحسم، ثم زكي ما بقي. طيب هذه البناء النظامي استعرضناها قبل قليل، والخاضعون استعرضناها قبل قليل. مكونات الوعاء الزكوي هذه فقط عبارة عن سرد وجرد لما ذكرناه. مكونات الوعاء الزكوي مثل ما تفضلنا أنها المصادر الأموال الداخلية والخارجية، وهي عبارة عن رأس المال، الإيرادات والدفعات المقدمة، الالتزامات طويلة الأجل بحد أقصى، مجموع ما يحسن من الوعاء، كذلك احتياطيات أول عام، وهذه كلها ألفاظ عند المحاسبين. الأرباح المبقات مصطلح عند المحاسبين، الأرباح تحت التوزيع مصطلح عند المحاسبين، صافي الربح المعدل كذلك مصطلح عند المحاسبين، لكن المعدل هنا فقرة سنأتي لشرحها. طيب يا جماعة نرغب بإثرائكم، ما الفرق بين الأرباح المبقاة والأرباح، ما الفرق بين الأرباح المبقاة والأرباح المرحلة والأرباح المدورة؟ نرغب بإثرائكم وإثراء الحضور، في الإجابات تكون في الكومنت في الشات. جميل، الأخ حسام يقول كلها واحدة، الأرباح المرحلة والأرباح المقابلة والأرباح المحتجزة والأرباح المدورة كلها نفس الشيء. هل في جواب آخر أيها المحاسبون؟ جميل. طيب عند الصلاح المحاسبين، جميل، الأخ محمد أجاب. جميل، اصطلاحات المحاسبين تفرق بينها، فتقول أن الأرباح المرحلة هي أرباح للسنوات السابقة، أما الأرباح المبقاة هي أرباح مرحلة وأرباح هذه السنة، فصافي ربح هذا العام فربح هذا العام والربح العام القادم كلها تكون في الأرباح المبقاة. وبينهم يعني كل بند أو قيد أو مصطلح تراه يختلف عن القيد الثاني عند المحاسبين أهل الدقة. مخصصات أول عام كذلك تضاف التغيير في القيمة العادلة، أي بند من البنود. هذه العشرة وين موجودة؟ موجودة في المادة خامسا من اللائحة، موجودة في المادة خامسا من اللائحة، بالإمكان الرجوع إليها. طيب ما يحسن من الوعاء، ما يحسن من الوعاء، يحسن من الوعاء صافي الموجات الثابتة كما تفضلتم قبل قليل بشرحه. ما شاء الله الأخت ميعاد أجابت إجابة مستوفاة. ما يحسن من الوعاء لمن اطلع عليها أجابت، تقول أن الفرق الرئيسي بين الأرباح المحتجزة والاحتياطيات هو أنه بينما تشير الأرباح المحتجزة إلى جزء من صافي الدخل المتبقي في الشركة بعد دفع أرباح الأسهم للمساهمين. طيب ما يحسن من الوعاء، يحسن من الوعاء عدة أمور، يحسن من الوعاء عدة أمور، صافي الموجودات الثابتة، الإنشاءات الرأسمالية، الموجودات غير الملموسة، ثم الاستثمارات المزكاة، ثم مصاريف التأسيس، صافي الخسارة، الخسارة المدورة، العقارات تحت تطوير بشروط موجودة في اللائحة، الوديعة النظامية لشركات التأمين، والمدخلات الزراعية. سننتقل إلى تطبيق. سننتقل إلى تطبيق قبل القواعد هذه. هذا التطبيق يا جماعة نرغب أن نتأكد من أن جميعنا مستوعبين نفس الاستيعاب. هذا تطبيق قائمة مركز مالي، واضح؟ قائمة مركز مالي، سنساهم الآن جميعنا حضورا في حساب وعاها. بسهل تسهيلا أن مكونات الوعاء هذه إجمال مكونات الوعاء. احسب ما تبقى من الوعاء،
اجمالي المكونات هذه، احسب ما تبقى من الوعاء، وبذله بناخذ يعني دقيقه، نعطي دقيقه او اقل من دقيقه عشان نشوف الاجوبه. اي احد يجاوب يجاوب في الشات تحت بالامكان الحساب، سواء في سواء في 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 في, في اكسل ولا في ولا في ولا في حاسبه ولا 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 اي 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 اداه مستخدمه. بناخذ دقيقه لين نجمع الاجابات. هنا مثال اللي طلع معنا قبل شوي، وجوابا عليه يحسب من الوعاء الموجودات اجمالي المحسومات الممتلكات والمعدات، ثم مشاريع تحت التنفيذ، ثم المشاريع تحت التنفيذ، بعد ذلك يخرج الاجمالي الوعاء الزكوي وقدره 6. بعد الاجمالي اللي قدره 6، الان ما هي كم المستحق الزكوي؟ كم المستحق الزكوي؟ يعني كم ندفع؟ هل تدفع الهيئة 6؟ الوعاء الزكوي 6، هل تدفع الهيئة 6 أو لا؟ جواب صحيحة؟ طيب من اللي طلع معه الحل صحيح كامل؟ من اللي طلع معه من البداية الوعاء الزكوي 6؟ اللي طلع معه الوعاء الزكوي 6 يكتب يعني إن ما شاء الله جميل. الدكتور حسن يقول ان الصوت ما في، الصوت واضح يا جماعه ولا مو واضح؟ جميل. طيب الان تعديل على نتيجه النشاط، احنا قلنا ان نعتمد في حساب الزكاه في الهيئه على اي قائمه؟ على أي قائمة نعتمد؟ على الدخل ولا اتفاقات نقدية ولا الدخل الشامل ولا؟ جميل الأخت عنود، جميل، إجابة صحيحة، على قائمة المركز المالي. طيب من ضمن قائمة المركز المالي عند المحاسبين بند اسمه صافي الربح، فتقول يقول لك والله الشركة ربحانة هذه السنة 700,000، ربحانة 800,000. طيب بند الربح يأثر على الوعاء، لذلك جاءت الهيئة وقالت بناء على اللائحة، جاءت اللائحة وقالت اسمعوا يا جماعة أيها الشركات، للسنة السابقة مو عليك، يعني السنة السابقة فيه قيود للبنود الجاهزة تحسم ولا لا؟ يعني مثلا أنا بقول بقالة وعندك جات إيراد مثلا 900,000 لكل السنة، زين، هل 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 يجوز إنك تروح تحسم من هذا الإيراد رواتب موظفينك عشان تطلع صافي الربح؟ هل يصلح حسم الرواتب لإخراج صافي الربح؟ هاي يا جماعة نبي جواب. إجابة صحيحة من الأخت فضيلة. جميل. طيب هذا معروف، أنا أساساً بطلع صافي ربح منشأة ترى مو على إيرادي، أنا لازم على الإيراد بعد حسم المصروفات. كذلك من الاشياء، في اشياء الهيئه تقول لا يجوز لك حسمها، مثل ايش؟ مثل والله مصروفات غير متعلقه بالنشاط، مثلا والله انت مثلا مثل ساهليه لكن رايح صارف والله مثلا 50,000 على سفره معلم لباريس، هل هذا يقبل ولا ما يقبل؟ هل هذا المصروف يقبل او لا يقبل؟ جميل، لا يقبل. وهذه جميعها بنود واضحة وموجودة في المادة التاسعة من اللائحة، في المادة التاسعة فصل كامل التعديل على نتيجة النشاط. نستعرضها بشكل سريع، البنود جائزة حسب المصروفات العادية، رواتب الملاك، قسط الاستهلاك، الدين المعدوم، التبرعات، المصروفات المدرسية، المكون من الاحتياطيات، كذلك البنود غير جائزة حسم، هذه البنود كلها موجودة في الـ في الـ في الـ موجودة في الـ في الـ موجودة في 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 اللائحة. طيب الآن عندنا قائمة دخل شركة التميز التعليمية، مبيعاتهم 100، يعني عندهم مبيعات أو إيرادات 100، تكلفة البضاعة 40، إجمالي الربح 60، تبرع غير مقبول 10، رواتب موظفين 20، مخصص 8، صافي الربح الدفتري 22. هل يمكن أن تحسبون لنا صافي ربحهم؟ هذا تمرين يا جماعة تنشيطي.
الأخ محسن يقول التبرعات تخصم من الزكاة ولا لا؟ نصت اللائحة الفقرة 5 من المادة الثامنة يقول تقبل التبرعات المدفوعة والمؤيدة مستنديا للجهات المصرح لها بتلقي التبرعات داخل المملكة. فاحنا كتبنا في المعطى أنها غير مقبول. معنى ذلك الأخ أو الأخ نابت 38، صافي الربح المعدل 40 عند الأخ محمد، العنود عندها 38، جميل، ها في 38 عند ال... هل في حسبة مختلفة يا جماعة؟ طيب صافي الربح المعدل 22 رجعنا له التبرعات اللي هي 10 ورجعنا له المخصص المكون خلال العام اللي هو 8 طبقا للمادة الثامنة من اللائحة. فكان الجواب صحيحا ما شاء الله من الأخ محمد الجبر أو محمد جبر، فقط هذا الجواب الصحيح اللي وجدناه. هذه أبرز فروقات بين اللائحة القديمة والجديدة، أبرز فروقات المكلف الخاضع الحد الأعلى. يمكن تصوير هذه الشاشة أو الاستفادة منها لاحقا، بس يعني نعرف نسبة الزكاة ترى نفسها، بس اللي اختلف فيها أن عدد الأيام نحسب على عدد أيام مكلف. حساب التقديري صار في خلاف، عقارات تحت تطوير أضيف لها نسبة بيع، حد الأعلى المكلف غير الخاضع، إنه لابد هنا مكلف غير خاضع، أنت جمعية أنت شركة أنت كذا، مو بتقول غير خاضع وبس، جمعية خيرية رح قدم طلب للهيئة عدم فضوع، غيرها لا يقبل منك، واضح؟ طيب كيف أقدم؟ متاح موجود في الهيئة لجنة خاصة بعدم فضوع بالاستطاعة التقديم لها. قبول الاعتراض شكلا كان قبل لا يقبل يعني يقبل بدون شيء، الآن يقبل الاعتراض يجب دفع 10 إلى 25% من قيمة الرهن. طيب هذه استعرضناها الشريحة. قضايا تخص القطاعات اللي عندنا لا شيء يخصها بشكل تفصيلي، باستثناء ما سنعرضه أمثلة على القطاع المهنية والعلمية مثل القانونية، المحاماة، المحاسبة، بالمحاسبة مكاتب المحاسبة المشهورة، الأنشطة المعمارية، البحث والتطوير، الأنشطة البيطرية، الأبحاث، أصول غير زكوية ترسم الوعاء، معدات بيطرية، مثلا جتني شركة عندها معدات بيطرية فهي ترى تمثل أصول ثابتة في حقنا. كذلك الأدوات حساب المساحة للشركات اللي عندها مكاتب محاسبة كبرى، عندهم أجهزة، أحيانا عندهم أجهزة درون، طيارات الدرون تكون بقيم مرتفعة وتكون ظاهرة في قائمة مركز مالي، فهذه تعد أصول محسومة. كذلك التطبيقات منشأة خدمات هندسية، بلغ رصيد بند الأدوات والمعدات ضمن الأصول الثابتة القائمة المالية مبلغ 2 مليون، فما هي المعالجة الزكوية لها؟ هذا يحسم أو ما يحسم يا جماعة؟ يلا نحتاج جواب. خلصنا ترى الآن بناخذ هذه الشريحة، بعد الشريحة لاحقة قطاع التعليم، بعد نعتبر انتهينا. لكن هل هذا محسوم أو لا 2 مليون؟ يحسم، جميل. يحسم، جميل. جميل جدا، هو بند محسوم، يحسم رصيد البند الأدوات الظاهرة كما أجاب الأخ زيد، الدكتور حسن والأخ محسن. كذلك قطاع التعليم عندنا من أمثلة قطاع الفنادق والمنتجعات والمخيمات والمنتزهات الأنشطة. طبعا هنا قد يستغرب شخص يقول كيف يكون المثال على النشاط، هذا التصنيف هو مبني على الآيسك فور، وهو مبني معتمد، تصنيف معتمد من الهيئة العامة للإحصاء. الأنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة، أصول زكوية، أصول غير زكوية تحسب من الوعاء، الكتب والأدوات المدرسية تمثل أصول الثابتة المستخدمة في القطاع التعليم وتخصم من الوعاء، وهذه تفضلتم بها. أصول غير زكوية مثل إيش؟ أقساط الطلاب المكتسبة، فعندك أقساط طلاب مكتسبة هي بمثابة ماذا؟ بمثابة دين على مالي. طيب هذه تكون في الأصول المتداولة أو غير المتداولة؟ نبي جواب سريع يا جماعة. أقساط طلاب مكتسبة، يا سلام الأخ عبد العزيز ذكرها مداولة، صحيح. طيب المثال منشأة تعليمية بلغ رصيد بند الكتب المدرسية مبلغ 1 مليون ريال، فما هي المعالجة الزكوية له؟ يحسم الرصيد كاملا. شكرا لكم، شاكرا لكم حسن الإنصات والاستماع،
آملا أن أكون قد يعني أضفت أو وفقت في الإضافة إلى كريم معلوماتكم و معارفكم. شاكرا لكم حسن الإنصات والاستماع. كذلك أجدد الشكر وأخص به أولئك يعني اللي أكرمونا بالتفاعل. الآن بنأخذ فقرة أسئلة، بنستعرض أسئلة بشكل سريع وسنجيب على 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 المستطاع منها. اللي عنده أسئلة يكلمنا بس بطرحها في ال في ال في الشات لكيو أند إيه لكيو أند إيه. شو اسمه الأخ يسأل، فايز أخ يسأل، هل كتب وزي يدخل في الوعاء الزكوي؟ الجواب الكتب والزي إذا كان من ضمن أساسها موجودة في المدرسة فهنا سيكون له حساب أين يظهر في قائمة مركز مالي. دائما أول سؤال وثاني سؤال وثالث سؤال أين يظهر في قائمة مركز مالي، فهو بحسب طبيعة البند، بحسب طبيعة البند، بحسب دخوله أو خروجه من الوعاء. مثلا إذا كانت كتب تعطى وتباع للطلاب والزي كذلك ما تسي بعض الطلاب فهو مخزون، سيكون مخزون إذن هو خاوي. جميل. طيب ما هو الفرق بين وعاء الزكوي والضريب؟ يسأل الأخ أي البصري، ما هو الفرق بين وعاء الزكوي والضريبي؟ الفرق بين وعاء الزكوي والضريبي أن الوعاء الزكوي يبنى وفق اللائحة، وهو يعنى بالش اسمه بالوعاء الزكوي اللي نبي نطلع منها الزكاة اللي 2.5%. الوعاء الضريبي مختلف، في 60 وعاء ضريبي، في وعاء ضريبي ضريبة الدخل، في وعاء ضريبي ضريبة قيمة مضافة، في وعاء ضريبي شو اسمه الضريبة الانتقائية أو الاستقطاع أو غيرها. طبعا ما تسمى وعاء ضريبية، لها مصطلحاتها، بس مثلا الوعاء الضريبي ضريبة الدخل هذا يتعامل مع قيمة الدخل كأساس، وذلك لأنه يبي الدخل بس ما يبي النقد. الزكوي لا، يبي قائمة مركز مالي لأنه يحتاج النقد. إذا رحنا الوعاء للثالث اللي هو وعاء ضريبة قيمة مضافة، لا هذا دائما يدور في المبيعات وما يتعلق بالمبيعات. الأخ جمال يقول السلام عليكم. وعليك السلام. ممكن شرح أكثر اللي حولان الحول بالنسبة للمال المستفاد. حولان الحول باختصار يمكن أن نقول بأنه معروف أن حوالا الحول من شروط وجوب الزكاة. طيب حنا نقول أن أنت قائمة المركز المالي اللي تقدمها لنا ب31/12 المال عندك إما نوعين، أما أن رأس مال أنت ضاخة من بداية السنة خلاص، فهذا حنا نقول ترى حال عليه الحول في دائم. طيب المال المستفاد اللي هو الربح اللي جاك أو الإرادة والإنكم أو اللي جاي من قائمة الدخل، ترى هذا بمثابة مال مستفاد، يسمونه الفقهاء مال مستفاد، يسمون المحاسبين صافي أرباح، يسمون الفقهاء مال مستفاد، ويقولون نماء الشيء نماء أصلي، مثلا نماء البقرة أو 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 أو, أو الغنم نماء أصلها أو لها أحكام، نماء التجارة نماء أصلها في الزكاة، باب الزكاة، فيعملون أن هذا المال لا يشترط له حولا جديدا، يكون حوله حوله أصلي. طيب كذلك الأخ محمود طه يقول لماذا تم رد المخصص خلال العام نصاب بدخل منشأة؟ استنادا الى الماده الثامنه من اللائحه سلمك الله. هل بالامكان الحصول على الشرائح التعليميه؟ هذه بالامكان التواصل مع 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 الشخص المختص بها. لو سمحت نحن مدرسه غير ربحيه، هل تدخل بالزكاه؟ الاخ علاء يسال سؤال مهم، نبي جوابكم يا شباب، نبي جوابكم على الاخ علاء. احنا ذكرنا مساله معينه، الشخص اللي يقول انا غير خاضع او غير ربحي وين يروح؟ نبي جواب في الشات. جميل، جواب صحيح. من يقول أن غير خاضع يتقدم بناء على اللائحة الجديدة، يتقدم إلى الهيئة بطلب عدم خضوع، تطلب منها الهيئة عدد من اشتراطات، إذا انطبقت عليه هذه الاشتراطات صدر له قرار عدم خضوع فيعد غير خاضع، سواء كان مدرسة غير ربحية أو غيرها. عبد الرحمن علي يسأل إذا كانت دفعات مقدمة الطلاب تظهر بالتزامات متداولة هل تضاف في الوعاء مع أنها التزامات متداولة؟ لا، الدفعات المقدمة للطلاب كما ذكرنا أنها لا تضاف أساساً لأنها لم تمول، واضح. لكن إحنا اللي كنا نقوله مو دفعات مقدمة، إحنا نقوله أقساط مستحقة. أحمد حسن يسأل حول مكاتب المحاماة، حيث أن مكتب المحاماة مكتب مهني فردي برقم رخصة المحاماة ولا يوجد لديه رقم سجل تجاري، حيث لا يمكن رفع القوائم المالية على وزارة التجارة،
درة في السجل التجاري، كيف يتم المعالجة في هذه الحالة؟ هذه إشكالية تتعلق بالتسجيل، وهي إشكالية يبدو لي أساساً أنها تم معالجتها، بالإمكان مراجعة كتاب التسجيل بها. يستطيع مكتب المحاماة هذا مخاطبة الهيئة والتسجيل في الهيئة عن طريق التسجيل برقم الهوية، مثل مثلا ما صدر رقم تسجيل في التأمينات ولا في وزارة العمل طلع له عمال وصدر له رقم 700، كذلك يستطيع أن يصدر له رقم مميز برقم سجل تجاري وحده ويقدم إقراره بناء على ذلك. فضيلة تسأل هل مؤسسة غير ربحية يفرض عليها الزكاة أيضا أو لا تقدم على طلب أنها لا تخضع؟ لا، يجب أن تقدم على طلب أنها لا تخضع وفق المادة الثانية من لائحة الزكاة، والإجراء معتمد وموجود عند الزملاء في اللجنة. الديون المشكوك في تحصيلها من الرسوم الدراسية المستحقة وش معالجة مناسبة لها؟ ذكرنا بأن الديون المشكوك في تحصيلها لها عدة معالجات، إذا كانت في إقامة مركز مالي لها معالجة، وإذا كانت في 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 شو اسمه في نتيجة النشاط يعني أعدمت فلها معالجة. فنصت المادة يمكن الرجوع للضوابط في المادة الثامنة الفقرة الثلاثة، نصت على أن الديون المعدومة خلاص أن تقول الدين مشكوك في تحصيله، أعدم الدين هذا وتستطيع أن تعامله، أن تستطيع أن تعامله وتحسب من وعائك وفق البنود اللي نصوا عليها، أن يكون قد سبق التصريحات ضمن الإيرادات، أن تكون الديون الناتجة عن ممارسة نشاط، أن يقدم مكلف شهادة مصادق عليها من محاسب قانوني، ألا تكون ديون على جهات مرتبطة، أن يلتزم. موجود الضوابط في الفقرة ثلاثة المادة الثامنة. هل مؤسسات غير ربحية الديون مشكوك في تحصيلها؟ أجبنا عليه. أحمد حسن يسأل جوابا على هذا السؤال، واضح الجواب يا جماعة؟ أحمد حسن، تستطيع أن تتواصل مع التسجيل وتسجل رسمي برقم ترخيصك أو رقم كما تسجل في الإدارة الأخرى. هذا السؤال يتعلق بالتسجيل، يستطيع الشخص أن يباشره مع إدارة التسجيل. شاكرا لكم طيب الإثراء. الأخ محسن الجربة يسأل يقول هل فيه رابط؟ سيكون فيه الرابط متاح على موقع الهيئة، يتابع موقع الهيئة على 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 اليوتيوب وتجد الرابط. شاكرا لكم ولا قصرتوا، عافاكم الله، والله يبارك للعالمين ويجعلنا وإياكم مما يستمع قول يتبع أحسن، ولا يحرمنا وإياكم فضل العلم ويزودنا وإياكم من يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى ما عندنا وانتهى ما عندكم. شاكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.